في يوم من أيام سنة 1999 راح محمد للسفارة الصهيونية بالقاهرة يقدم على طلب منحة دراسية من المنح اللي بتقدمها السفارة للطلاب في الدراسات العليا في جامعة تل أبيب للعديد من التخصصات. فقدم على طلب للحصول على الدكتوراه في المفاعلات النووية، وبعد ما خلص روح على بيته وتفاجئ بمسؤول أمني بيستدعيه لمكتبه، وهناك سأله عن سبب مروحه للسفارة الصهيونية، فقال له محمد على المنحة الدراسية، فنصحه المسؤول انه ما يكررش اللي عمله ده وما يروحش السفارة الصهيونية دي تاني. فقال له محمد طب وفيها ايه؟ ما احنا بينا اتفاقية سلام وعادي يعني اني اروح ادرس هناك. لكن المسؤول المصري قال له ان اتفاقية السلام دي امر سياسي وما فيش فيها بند تبادل منح دراسية، وان دولة الاحتلال الصهيوني ما زالت دولة معادية، وكرر اللي قاله له قبل كده ما تحاولش تروح السفارة تاني. محمد سيد صابر من مواليد شهر ابريل سنة 1974، حصل على بكالوريوس الهندسة النووية من جامعة اسكندرية، وتم تعيينه سنة 1997 بهيئة الطاقة الذرية المصرية وتحديدا في مفاعل أنشاص النووي، وكان بياخد مرتب كويس جدا. أسرته كانت حالتها المادية كويسة، واتجوز محمد في شقة تمليك وخلف بنتين، وكانت حياته الأسرية مستقرة. بس حياته المهنية بقى كانت عكس كده تماما، كان دايما في مشاكل مع زملائه في الشغل ورؤسائه كمان، وشايف نفسه أفضل وأحسن منهم. تقدروا تقولوا كده كان عنده نوع من جنون العظمة، بفكر نفسه نبغى في عمله وما يستحقش مكانته دي في الشغل، لا ده يستحق يكون مدير المفاعل مش أقل من كده. ويمكن يكون ده الدافع اللي خلاه يروح ويقدم على منحة الدراسة في فلسطين المحتلة بعد ما حس إن محدش مقدر قدراته الفذة في بلده. طب وشمعنى عند الصهاينة تحديداً؟ في مصادر قالت إنه كان عاوز يروح هناك تحديداً لأنه كان عارف إنها دولة معادية لمصر. المهم وبعد التحذير اللي خده من المسؤول الأمني ما راحش فعلاً السفارة الصهيونية تاني، وفي مصادر قالت انه مضى على اقرار بانه ما يروحش هناك تاني، لكن فضلت رغبته في السفر لهناك موجوده في راسه. واستمر محمد في عمله في المفاعل لحد ما اخد اجازه وتعاقد مع شركه من شركات البرمجه السعوديه، فضل شغال فيها فتره ورجع بعدها لعمله بهيئه الطاقه الذريه المصريه لحد سنه 2004. وفي السنه دي كان حصل على الماجستير في الحاسبات من جامعة القاهرة، لكن وحسب اللي قالوا ان الهيئة رفضت الاعتراف بالماجستير ده، واعتقد انه ما تمتش ترقيته في عمله بيه، فقرر بعدها انه يرجع للشركة السعودية اللي كان شغال فيها بعد ما اخد اجازة من شغله مرة تانية. ورجعت من تاني رغبته في السفر لفلسطين المحتلة تشغل باله، فراح جاي في يوم وكتب سيرته الذاتية واللي منها عملوا في هيئة الطاقة الذرية المصرية وفي مفاعل أنشاص تحديدا، وبعتها لموقع إلكتروني من المواقع الخاصة بالدراسة في فلسطين المحتلة، وانتظر الرد على رسالته. مين بقى اللي اصطاد الرسالة دي؟ هو في غيرهم؟ الموساد طبعا، واللي بمجرد ما عرفوا انه شغال في مفاعل أنشاص حسوا انهم وقعوا على كنز. أصل المفاعل ده كان مجننهم من أول ما تم تأسيسه سنة 1958 بعد ما تم توريده لمصر من الاتحاد السوفيتي، وكانوا خايفين لحسن مصر تصنع فيه سلاح نووي وتستهدفهم بيه، فكانوا عاوزين يعرفوا إيه اللي بيجرى فيه بالتفصيل. فعمل الموساد تحريات كاملة عن محمد وتأكدوا من كل كلمة كتبها في سيرته الذاتية. وفي يوم اتصل بيه ضابط من الموساد، طبعا هو ما قالوش انه ضابط موساد، كان ايرلندي، وقاله انه اسمه بيتر براين وانه مهندس من شركة من شركات ابحاث الفضاء والبرمجيات الدولية، وشاف سيرته الذاتية وعرف بخبراته من خلال الموقع الصهيوني اللي بعتها عليه، وانه مناسب جدا للعمل معاه في الشركة طبعا بمرتب كبير، ما هو لازم يرميله الطعم في الاول. وقال له ان الشركة حددت له مقابلة شخصية مع مسؤوليها
علشان يتم تعيينه، والمقابلة هتكون في هونج كونج بالصين، وقال له إن الشركة هتتكفل بكل مصاريفه من تذكرة السفر رايح جاي للإقامة هناك، وتحدد ميعاد سفره. والتاني ما كدبش خبر، راح واخد أجازة من الشركة السعودية اللي شغال فيها وراح مسافر على هونج كونج. وأول ما وصل المطار لقى واحد مستنيه من طرف بيتر وخده على فندق نزل فيه، وبعد شوية اتصل بيه بيتر وقال له إنه هيبعت له تاني يوم عربية هتجيبه عنده علشان يقابله. وتاني يوم وصلت العربية ووصلته لفندق تاني كان بيتر حجز له فيه، واتصل بيه في أوضته وقال له إنه هيقابله بالليل في مطعم وهيبعت له برضه عربية تجيبه. ليه بقى اللفة الطويلة دي علشان يقابله؟ الإجابة باختصار علشان الموساد يتأكد إن مفيش حد مراقبه. المهم وأخيرا اتقابلوا في المطعم وتعرف محمد على بيتر، بس ما تكلموش خالص عن موضوع تعيينه في الشركة في المقابلة دي اللي قالوا عليها. الكلام بينهم كان مجرد كلام عادي، بس قالوا هنكمل كلامنا بكرة. وتاني يوم بعتله نفس العربية ونقلته لفندق تالت نزل فيه، وبعد وقت من وصوله جاله بيتر وكلمه عن الشركة اللي هيعينوه فيها، ان اسمها كما كورة، وعن مشاريعها واستثماراتها وراس مالها الكبير جدا، وانها ناوية كمان تفتح فرع ليها في هونج كونج. بس هو ده اللي اتقال في المقابلة التانية دي، وده كان الطعم التاني. شركة كبيرة ناوية تفتح فرع جديد، وجايز ولذكائه وعبقريته الفذة يكونوا ناويين يعينوه مدير للفرع ده، جايز برضو. ومن فندق لمطعم، محمد قابل بيتر في هونج كونج 8 مرات في 4 فنادق و4 مطاعم. وفي المقابلة الأخيرة ما كلموش بيتر عن أي حاجة بخصوص الشغل، لكن اداله $1000 وعنوان الايميل الخاص بيه ورقم موبايله علشان دول اللي هيكونوا وسيلة الاتصال ما بينهم لحد ما يتم تعيينه في شركة كما كورة. وراجع محمد على الفندق ولقى هدية من بيتر في انتظاره، بنت صينية. الطعم الثالث، حضراتكم طبعا فاهمين انا اقصد ايه. ورجع محمد مرة تانية لعمله في السعودية، وفضل يتواصل مع بيتر عن طريق الايميل والموبايل. وفي شهر مايو سنة 2006 طلب منه بيتر مقابلته مرة تانية في هونج كونج. ووصل محمد لهناك وفضل في هونج كونج 3 ايام قابل بيتر فيهم 8 مرات في 7 اماكن مختلفة. وفي نهاية الزيارة قال له ان الشركة سعيدة جدا بيه ومعجبة بمؤهلاته العلمية، وانه يطمن اكيد هيشغلوه عندهم، ومنسيش يديله الطعم اياه $1000 وبنت صينية. ورجع من تاني لشغله في السعودية. كان كل مرة يروح فيها لهونج كونج كان محمد بيقدم على اجازة طبعا. وفي شهر اغسطس من نفس السنة 2006 طلب منه بيتر تاني مقابلته في هونج كونج، وراح محمد كالعادة لهناك. المرة دي بقى ما تقابلش مع بيتر لوحده، كان معاه واحد تاني ملامحه أسيوية. قال له بيتر إن اسمه شيرو أيزو، وإنه حاصل على الدكتوراه في مجال الاهتزازات ومعالجتها لمحركات الصواريخ، ومدير التعيينات في شركة كما كورة اللي المفروض يعني هيشتغل فيها. واتكلم مع محمد واللي كان واضح من كلامه إنه خبير في مجال الطاقة النووية ومتابع لآخر التطورات العلمية الخاصة بالأبحاث النووية، وطبعا كان هو كمان ضابط موساد. المهم فضل يسأل محمد عن خبرته في المجال النووي والأبحاث النووية، وعن طبيعة شغله في هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحديدا مفاعل أنشاص. وآخر سؤال سأله له كان عن المرتب اللي بياخده في مصر، فقال له محمد إنه بياخد مرتب 700 جنيه. شيرو بين انه اتفاجئ من المرتب وقال له 700 جنيه بس؟ شركتنا هتدفع لك مرتب شهري $3000، وعلى فكرة هي ناوية تفتح فرع ليها في مصر وانت هتبقى مديره. وطلع له صورة من عقد تعيينه في الشركة بالمرتب اللي قال له عليه. بيتر كمان سأله كام سؤال كده عن مصر، واذا كانت هتنشئ مفاعلات نووية
لتوليد الكهرباء ولا هتفضل معتمدة على السد العالي وبس؟ وهل في إمكانية لتوريد أجهزة علمية في مجال الحاسب الآلي للحكومة المصرية؟ وعن أسماء المسؤولين عن المناقصات الخاصة بالمفاعلات النووية وهكذا. ومحمد كان بيجاوبه في حدود المعلومات اللي يعرفها وبس. ومن بعد المقابلة دي اتقابل مع بيتر 6 مرات ومع شيرو 3 مرات في أماكن مختلفة. وبعد كام مقابلة كده وحسب اللي قاله محمد ابتدى بقى يشك ان الشركة دي وهمية وان شيرو وبيتر من الموساد. لكن وبالرغم من شكه ده كمل معاهم ومهموش. وفي مقابلة تانية سألوا شيرو عن مفاعل أنشاص وعن قدرة السد العالي لو تم استهدافه بصاروخ نووي، وهل مصر تقدر تصنع نووي ولا لا؟ وجاوبوا محمد على كل أسئلته برضه. وفي آخر مقابلة قالوا له كده وبدون أي مقدمات كتيرة إنهم ضباط موساد وعاوزينه يشتغل معاهم. محمد الحقيقة ما تفاجئش لأنه كان شاكك فيهم زي ما قلنا، بس فاجئنا احنا الحقيقة وما رفضش انه يشتغل معاهم. فكان اول طلب طلبوه منه هو انهم عاوزين نسخة من سيستم وزارة سعودية واللي كان هيجيله عن طريق الشركة اللي بيشتغل فيها هناك، وعشان يبتدي مهمته او شغله معاهم بدأوا يدربوه على كل اساليب ووسائل التجسس. وقبل ما يسلموه الادوات والمعدات عرضوه على جهاز كشف الكذب واللي نجح فيه، واستلم بعدها الأدوات والمعدات ورجع على شغله في السعودية. وفعلا بعت لهم نسخة السيستم اللي طلبوها منه عن طريق الإيميل، لكن وفي آخر اللحظة النسخة اتعطلت وطلبوا منه بعدها أنه يرجع مصر ويمدهم بمعلومات عن مفاعل أنشاص وعن اللي بيشتغلوا فيه، عددهم كام وطبيعة عملهم، وهل لو تم تدميره ممكن أثاره توصل لفلسطين المحتلة، وعن طرق حمايته وأنظمة المراقبة فيه، وكمان تقرير مفصل عن البرنامج النووي المصري والسد العالي. وطلبوا منه أنه يوسع علاقاته بالعاملين والمدراء في المفاعل وفي هيئة الطاقة الذرية المصرية. وبعت محمد بعد ما رجع لمصر كل اللي اتطلب منه ليهم، وفتح له الموساد حساب بنكي في أحد البنوك في هونغ كونغ كان بيوصل له عليه مرتبه منهم كل شهر. واستمر الوضع على كده لحد بدايات سنة 2007 لما طلبوا منه ضباط الموساد مقابلتهم في هونغ كونغ، وكانت آخر مقابلة. وبعد وصوله هناك أخذ منهم 17,000 دولار مكافئته على عمله معاهم الفترة اللي فاتت، وتمهيدا للمهمة الأكبر والأهم بالنسبة لهم. بس قبل ما يقولوله هي إيه عرضوه وللمرة التانية على جهاز كشف الكذب واللي نجح فيه برضو زي المرة اللي فاتت. وبعد نجاحه سلموه جهاز لابتوب واسطوانات مشفرة، وطلبوا منه انه يوصل اللابتوب بأي جهاز من أجهزة المفاعل اللي شغال فيه بعد ما يزوده باسطوانة من الاسطوانات المشفرة اللي ادوهاله، وينزل الملف الموجود عليها على الجهاز الموجود بالمفاعل. الملف ده كان عبارة عن برنامج هيقدروا يعرفوا بيه كل الخطط والبرامج النووية المصرية، ويقدروا كمان يتحكموا فيها. وبعد شهور من تدريبه على البرامج الموجودة على الاسطوانات وازاي هينقلها لأجهزة المفاعل، رجع محمد على مصر يوم 18 فبراير سنة 2007. وفي نفس اليوم بعد ما وصل بيته اتفاجئ برئيس نيابة أمن الدولة وعدد من ضباط هيئة الأمن القومي والمخابرات المصرية بيقبضوا عليه وبيفتشوا بيته. المخابرات المصرية كانت مراقباه، وتقريبا كده من أول مرة راح فيها السفارة الصهيونية بالقاهرة علشان يقدم على المنحة الدراسية. المهم بعد ما فتشوا بيته لقوا كاميرا تصوير صغيرة دقيقة جدا، واتنين كارت شخصي خاص لشركة كاماكورا الوهمية، واحد باسم شيرو ايزو والتاني باسم بيتر براين ضباط الموساد. كمان اتحصلوا على الاسطوانات اللي استلمها منهم ودفتر شيكات صادر من البنك اللي فتح له فيه الموساد حساب في هونغ كونغ وجهاز اللابتوب، وخدوه للتحقيق معاهم. وتم فحص الاسطوانات وجهاز اللابتوب اللي كانوا معاه
وتوصلوا للإيميلات اللي كانت مشفرة طبعا المتبادلة بينه وبين ضباط الموساد، وعرفوا اللي كان مكتوب فيها بعد ما فكوا شفرتها والبرامج اللي كانت موجودة على الاسطوانة، ووجهوا له تهمة العمل لصالح الموساد الصهيوني. ولمدة يومين من التحقيق معاه محمد كان بينكر التهمة الموجهة ليه، وكان بيقول لهم انه كان بيتعامل مع شركة عالمية ومفيش دليل على انها تابعة للموساد. لكن وفي اليوم الثالث واجهوا المحققين بالصور والتسجيلات لمقابلاته بضباط الموساد اكتر من مرة في هونج كونج، وبصورة عقد الشركة اللي ورهوله شيرو ايزو ومحاولته ارسال نسخة سيستم الوزارة السعودية. لما قلنا انه تعطل فقالوا له ان السبب في عطله ان المخابرات المصرية بلغت الوزارة السعودية فعطلوه. كمان واجهوه بكشف حسابه البنكي في هونج كونج وعن معرفتهم بالطلب الاخير اللي طلبوه منه الخاص باجهزة الكمبيوتر في مفاعل انشاص وهيئة الطاقة الذرية. وقدام كل الدلائل دي ما قدرش يفضل على انكاره كتير، واعترف بكل حاجة عملها من اول مرة سافر فيها هونج كونج لمقابلة ضباط الموساد لحد لحظة القبض عليه. وبعد انتهاء التحقيقات معاه تم إحالته لمحكمة أمن الدولة واللي حكمت عليه بالسجن المؤبد. وفي مصادر قالت انه كمان تم تغريمه مبلغ مالي كبير والمؤبد غيابيا لضباط الموساد براين بيتر وشيرو ايزو. الغريب بقى في حكايته انه قبل ما يتحكم عليه كان بيقول على نفسه بطل قومي. ليه بقى؟ لأنه قال أنه يوم 8 فبراير سنة 2007 يعني قبل وصوله مصر بعشر أيام راح للسفارة المصرية بالسعودية وقدم بلاغ عن شركة كاماكورا وأنه بعت لهم سيرته الذاتية علشان يشتغل فيها، وحكاية مقابلته مع بيتر وشيرو أيزو وأسئلتهم ليه عن النشاط النووي في مصر إلى آخره، وأنه بيشك أن الشركة والاتنين دول ليهم علاقة بالمخابرات الصهيونية. وفعلا وصل البلاغ ده للمحققين خلال تحقيقاتهم معاه من السفارة المصرية، ومع ذلك تم الحكم عليه بالمؤبد. وده لو بيأكد شيء فهو بيأكد حاجة واحدة بس، اعتقد ان البلاغ ده كان مجرد تأمين ليه مش اكتر في حالة لو تم اتهامه بأي شيء، لانه لو كان صادق في نيته فعلا كان بلغهم بكل تفاصيل مقابلاته مع ضباط الموساد وتكليفهم ليه بخصوص برامج المفاعل المصري وبكل الدلائل اللي واجهوه بيها المحققين خلال تحقيقاتهم معاه. محمد سيد صابر كان واحد من أهم وأخطر عملاء الموساد، لأن المعلومات اللي أمدهم بيها كانت بتندرج تحت بند سري للغاية، بس العبرة بالنهاية ونهايته اتعرفت. والأهم إن الدولة المزعومة هتفضل دايما قلقانة من مصر وبتعتبرها العدو الأكبر والأقوى ليها في المنطقة. وحكاية محمد ما كانتش لأول ولا آخر جولة بينا، واللي هتفضل دايما المخابرات المصرية صاحية لهم علشان تحمي الوطن وأبنائه منهم. والحد هنا وانتهت حكاية الجاسوس محمد سيد صابر. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك علشان القناة تكبر بفضل الله أولا ثم بفضلكم. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.